وسط الميدان. هنا صراع على الكرة، محاولة هنا هنا افتكاكة، لكن انطلاقة انجليزية، تمريرة في العمق خطيرة خطيرة خطيرة. الهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي. لاحظوا خطأ لمستوى وسط الميدان والتحول بسرعة للهجوم. ديمريكري يتمكن من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي. خطأ لمستوى وسط الميدان، خطأ لمستوى وسط الميدان، انطلاق بسرعة، التمريرة في العمق، لمسة جميلة، لمسة جميلة. الخاتمة وإناء الأجمة بهذه الصورة أمام جانب اللاعب ديمريكري، فعلا يتمكن من تسجيل الهدف الاول، لاعب البرمنغهام سيتي من مواليد 28 يونيو 1996. فعلا يمنح الافضليه للمنتخب الانجليزي، يعني هي البدايه فقط، هي الدقائق الاولى فقط. ياتي الهدف المبكر بعد اكثر المطاف. ماذا يقول حكم المباراه؟ هناك ركله حره، نعم هناك ركله حره للمنتخب المغربي. القانون واضح، إعادة الكرة للحارس، وبالتالي الحكم القدر يشير إلى ركلة حرة غير مباشرة لفائدة المنتخب المغربي. إذن هذه فرصة للمغاربة من أجل أكيد تسجيل هدف التعادل. هذه الإعادة مرة ثانية للكرة الماضية، كانت أمامية ناحية بن شرقي، بن شرقي أشرف، لكن متبعة من طرف الحارس. لاحظوا لاحظوا الإعادة توضح فعلا بأنه الحارس لمس الكرة هنا خارج المنطقة، وبالتالي الحكم يقول ركلة حرة لفائدة المنتخب المغربي. نعم الصورة وضحت بأنه الحارس فعلا هنا لمس الكرة، كان خارج منطقة الجزاء، وأنس الأصبحي يصعد لتنفيذ هذه الكرة. فرصة ذهبية للمنتخب المغربي من أجل تعديل النتيجة. هذا هو لاعب الوداد البيضاوي الذي عاش الأفراح مع الكتيبة الحمراء بحصول فريقه على اللقب رقم 18 في مشوار البطولة. الهدف، هدف التعادل يا لجوج، ريدا لجوج تمكن من تعديل النتيجة. لمسة ودادية في مصلحة النخبة المغربية، ياتي التعديل. انس مررة، ريدا سددة، غلطت الدفاع مباشرة في الشباك الانجليزية. 1-1، المغاربة لم يتأخروا في الرد. هذه الإعادة، التسديدة غلطت الدفاع ومن ثم إلى الشباك الإنجليزية. 1-1 بعد مرور تقريبا ربع ساعة، الإعادة من عدة زوايا، هنا مغالطة للدفاع ومن ثم الكرة في الشباك. إذن الهدف يرفع، من ثم الكرة في الشباك. إذن هدف يرفع المعنويات، هدف يخلي المنتخب المغربي يدبر الدقائق القادمة بشكل ممتاز. فرصة 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 الثاني، وتمريرة الثانية، الثاني أشرف بن شرقي، أشرف بن شرقي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. صفعة ثانية تلقاهم المنتخب الانجليزي في ظرف وجيز. هذا هو ابن الماس، هذا هو ابن المغرب الفاسي، هذا هو النمر المصاوي، هذا هو النمر المصاوي. اتمكن هنا من وضع المنتخب المغربي في المقدمة. خطأ فادح في الدفاعات الانجليزية، والعقاب، العقاب من الاشبال، العقاب من الاشبال. ادي كرة، دي باس الحسوني، شوف العمل الكبير، شوف شوف الباس، شوف الحسوني اعطاها هدية لأشرف بن شرقي. الصدمة رعنا عقين جيد، هدف مقابل هدف واحد. الهدف تأتي تباعا مع بداية المباراة ربع ساعة. فدوري داريسون مباشرة لستيفنس، ستيفنس جاك يرسل مباشرة، أية الخرصة، هدف التعادل، هدف التعادل. خطأ فادح هنا بين المدافع الأيسر وحارس المرمى تيغلاوتي. هدية للاعبين الإنجليز، هدية للاعبين الإنجليز. واتمور هنا يتمكن من تسجيل، دونكان واتمور يتمكن من تعديل النتيجة لفائدة المنتخب الإنجليزي بعد خطأ فادح غير مقبول تماما مثل هذه الأخطاء. أعتقد هذه الخرصة، أعتقد هذه الخرصة
هنا سوء تفاهم بينه وبين تاكناوتي. الخطوره هنا الخطوره هنا تظهر من الجهه اليمنى. الحارس حقيقه يتحمل المسؤوليه، الحارس يتحمل المسؤولية. هذا الخروج لم يكن له أي داعي، لم يكن له أي داعي التاكناوتي. أعتقد بأن أيد الخرصة كان متحكم في زمام الأمور هنا، ولكن الخروج هو رسالة المهمة على لاعب واتمور لتسجيل هدف. مرت عارية ديال الكرة، قلت سلاح الإنجليز هو التسديد من خارج منطقة الجزاء. سلاح الإنجليز هو التسديد من خارج منطقة الجزاء. على اللاعبين المغاربة ألا يتركوا مساحات، ألا يتركوا مجالات للاعبي الإنجليز للتسديد بطريقة فعلا تشكل خطور على تاكناوتي. هذه فرصة الثالث، نعم الثالث. المغاربة يعودون للتقدم من جديد. عفوة دفاعية إنجليزية منحت الأفضلية للنخبة المغربية. المغاربة ثلاثة، الإنجليز هدفين. يعود بن شرقي، يعود بن شرقي، نعم هو أشرف بن شرقي. أمل الماس، أمل المغاربة في تصفية كان 23 وأولمبياد ريو دي جانيرو. هذه الإعادة، هذه لمسة الأجوج. شوف الوداد، شوف شوف الباس، شوف بن شرقي يستغل فوة دفاعية. بن شرقي يستغل خطأ المدافع الأيمن، يضعف الشباك. هذه صعبة عليك يا والتون، هذه صعبة عليك يا والتون. خذها عندك في الشباك. أشرف ما يرحمش، أشرف ما يضيعش، أشرف في مثل هذه المناسبات بأي طريقة وبأي جمالية يحصل الهدف الثالث للمنتخب المغربي. نعم بطريقة مميزة للمنتخب المغربي. ستكون أمام الصينيين يوم السبت القادم، ويوم الاثنين مباراة أمام منتخب الكوت ديفوار. حذاري حذاري حذاري. هدف التعادل يحضر قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي. العقاب يا المغاربة جاء عن طريق لاعب تشوبا. هكذا عاقبكم تشوبا، هكذا عاقبكم تشوبا على السيل من الفرص، على السلسلة الكبيرة من الفرص، على الكم الهائل من الفرص. لم يستثمر من جانب اللاعبين المغاربة، والعقاب بهذه الطريقة. تشوبا تشوبا الأسمراني يراوغ، وفي الزاوية البعيدة يا تاكناوتي، في الزاوية البعيدة يا تاكناوتي. 3-3 على بعد 3 دقائق. ولا حسام العبيشة وعمل رفقة المنتخب الأولمبي، لذلك عليه أن يثبت نفسه، عليه أن يجيب كل منتقديه بأنه فعلا يستحق أن يكون على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الأولمبي في المرحلة المقبلة. لازلنا نعيش الوقت المحتسب بدل الضياع، ولدينا كرة إنجليزية براس المتابعة. نعم المتابعة من بنون، التحول الهجوم مرة أخرى. شوف هنا الكثافة العددية للاعب الإنجليزي على مستوى الوسط، ومنع المرور في هذا الهجوم للمنتخب المغربي. الكرة فيها التماس فعلا، ايضا ينفذ التماس بسرعه. وليد الصبار، لمن يا وليد؟ معظم تمريرات وليد الصبار يكون مصير الضياع. وليد الصبار اخطا في العديد من المناسبات في هذه الجوله الثانيه. حكم ماذا يقول؟ الكره لم تتجاوز الخط، هنا الخطا فعلا. ناس الاصبحي يرتكب المخالفه قائد المنتخب المغربي. حكم لم يتردد في الاعلان عن ركله حره، اذا تنفذ بسرعه. هذا وليد الصبار في العمق لادم نفاتي. هذه مغربيه، هذه مغربيه، هذه فرصه. الرابع ممكن، الرابع يضيع. والتون كريستيان ينقذ فريقه من هدف الرابع. شوف الاعاده، شوف ايوب القاسمي هو من سدد الكره اليساريه، والحارس والتون يبعد الى الركنيه. دعونا نتابع الركنيه مشاهدينا. بكل تأكيد ستكون الهجمة الأخيرة للمنتخب المغربي على بعد ثواني من صافرة الحكم النهائية. إذا ستنفذ الركنية في هذه اللحظات،
مرفوعة، فرصة فرصة الحسوني، ننتظر العرضية، من يتابع الكرة الثانية هو أنس، يدخلون في منطقة الجزاء العرضية، والكرة إلى الرمية الجانبية فعلا، الأجمل لم تنتهي بعد، والمنتخب المغربي واصل ضغطه في هذه الأثناء، سماتها دفاعية إنجليزية، والحكم يصعد لإطلاق الصافرة أكيد بعد هذه الهجمة. أيضا في هذه اللحظات فعلا ينهي الحكم المباراة بنتيجة التعادل 3 أهداف مقابل 3 في أولى